اهلا بيكم مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة والجمال، ومشاهدين برنامج فرفضة، برنامجكم الاسبوعي اللي بتشوفوه في كل يوم خميس في نفس الميعاد. الحقيقة العصر الحديث فيه تطورات كتير في مجالات مختلفة، وده بيستوجب مننا ان احنا لازم نكون قادرين على الابتكار وعلى الابداع كاشخاص. وكمان دور الدولة الفعال جدا اللي كان باين في آخر أسبوع، الأسبوع اللي فات من يوم 24 ل 25، في المعرض الدولي للابتكار اللي هيكون لينا لقاء مع ناس حضروا هناك المعرض، وكمان الفائزين، وهنعلن عن أسامي الفائزين في المعرض، وده اكسكلوزيف لبرنامجنا، لسه الأسامي معلن عنها امبارح. هتكون معانا ده كله بالتفصيل خلال حلقتنا النهارده، ومع ضيوفنا اللي منورينا. واول ضيف فقرتنا النهارده دكتوره داليا حجازي. اهلا بيكي دكتور داليا، دكتور علاقات استشاريه واسريه ومدرب حياتي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا شيماء، واهلا بكل مشاهدينا. طبعا احنا موضوع حلقتنا النهارده خاص بالمهارات والابداع، فخلينا نعرف مشاهدينا في الاول يعني ايه مهارات. بصراحة أحييكي على اختيار الموضوع، لأن الموضوع ده فعلا هو المفروض يبقى شغل الشاغل لكل من بيتعامل مع الإنسان. المهارة يا شيماء في الأول حبينا نقول لها تعريف بسيط جدا، هي الخبرات والقدرات والمعارف اللي الإنسان لازم يبقى معاه، يعني يكتسبها علشان يقدر ينجز عمل معين بطريقة جديدة. طيب المهارات دي أنواع؟ المهارات دي أنواع. المهارات دي في منها حاجة احنا بنسميها soft skills والhard skills. الهارد سكيلز اللي هي بنسميها بالعربي الخبرات المهارات العلميه. يعني ايه مهارات علميه؟ يعني دي انا مهاره بكتسبها من التعليم بتاعي، زي العلوم، زي الفيزيكس، الماث، القراءه، الكتابه، دي حاجات معرفيه انا بكتسبها بالتعليم. ممكن كمان يبقى في مصدر تاني لاكتساب المهارات دي، ممكن ان انا بكون بحب القرايه فبقى عندي الكتب، وطبعا التكنولوجي دلوقتي كل وسائل المعرفه بقت سهله بالنسبه لنا. فدي اول مهاره اللي هي الهارد سكيلز اللي بتكتسب عن طريق التعليم. طيب المهم بقى اللي احنا جايين لها التانية اللي هي مين؟ السوفت سكيلز اللي هي المهارات الشخصية. عايزة اقول لك يا شيماء ان العالم كله دلوقتي عينه على المهارات الشخصية دي. اي انترفيو لاي وظيفة في الدنيا بتبص في السي في بتاع المتقدم للوظيفة دي على المهارات الشخصية دي. طيب المهارات الشخصية دي عبارة عن ايه؟ دي زي ما اقف عند نقطة يا داليا، ممكن حد يقولك انا ما عنديش مهارة، ازاي يكتشفها في الاول؟ يعني ازاي المهارات بتكتسب؟ وده اللي احنا عايزين نقوله، المهارات بتكتسب. لما نعرف بس الاول بعض المهارات الشخصيه دي زي ايه؟ زي الثقه بالنفس، دي اسمها مهارات ذاتيه، يعني لازم تبقى موجوده معايا، لان دي بتساعدني ازاي اتفاعل مع العالم اللي بره، مع الشخص الاخر. عندي ثقه بنفسي، عندي مرونه، عندي تفكير ابداعي، عندي تفكير منطقي، عندي مهاره العمل الجماعي. طبعا دلوقتي كل الوظائف بتعتمد على التيم ورك. المتقدم شويه في المهارات دي بيبقى عنده مهارات القياده، وده اللي احنا بنحتاجه عشان الاداره الصحيحه والاداره الرشيده، واحنا في الدوله دلوقتي من احد المخططات بتاعتها ان هي تربي كوادر قياديه. طيب الصمود النفسي مهم جدا يبقى موجود في الصفات الشخصيه عندي، دي مهاره انا بكتسبها علشان يبقى انا عندي التوازن اللي يقدر يخليني اكتسب بقيه المهارات التانيه. تمام. مهارات التواصل، مهارات التواصل الفعال دي من اهم المهارات اللي الاطفال والكبار لابد ان هم يتعلموها، لان هي بتسهل حياتهم بطريقه كبيره جدا جدا. طيب احنا قلنا بقى المهارات دي بتكتسب، سواء المهارات العلميه او المهارات الشخصيه اللي هو السوفت سكيلز او الهارد سكيلز. طيب نيجي بقى للسؤال التاني، هو امتى تكتسب المهارات دي؟ هنقول ان المهارات دي بتكتسب من اول ما البيبي بيتولد. احنا بنقسم المرحله العمريه بتاعه الانسان الى 4 مراحل، مرحله الولاده لغايه مرحله اللي هي الرضاعه لغايه سنتين، بعد كده من سنتين لست سنين، بعد كده من 6 سنين ل9 سنين، وبعد كده مرحله الشباب اللي هم متعارف عليها المراهقه من 9 ل12، واحنا بنمتد كمان لما بعدها لغايه 18 سنه. طيب الكلام ده كلام كبير، طب يعني ايه بقى من سن الولاده والرضاعه لغايه سنتين؟ بالضبط. هقول ايوه، المهارات بتكتسب في السن ده بطريقه سهله جدا لو الام والاب عرفوها، لان يا شيماء عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي، المسؤول الاول عن اكتساب الانسان للمهارات الذاتيه بتاعته او الشخصيه دي هو مين؟ الاسره. الام والاب
وبنضيف معاهم كمان، انا بحب اضيف معاهم المعلم في المدرسه. المعلم في المدرسه لان دلوقتي التعليم الحديث كله شغال على حته السوفت سكيلز دي، بيدوها للولاد في خلال ايه، بيعلموها لهم في ايه، بيعلموهم مثلا البرزنتيشن سكيلز، بيتعلموها الولاد دلوقتي في المدارس. حتى في التعليم المصري بتاعنا، انا درست جزء في التعليم، فكنا بنتعرف كده على الدرس بيتكون ازاي. لازم من ضمن المهارات اللي بتكتب وبيعلمها المعلم وبتبقى مكتوبه في اهداف الدرس، في حاجه اسمها المهارات اللي الطالب بيتعلمها، منها بعض المهارات اللي احنا بنتكلم عليها في المهارات الشخصيه، منها واهمها التيم ورك. حتى افتحي كده كتاب القراءه بتاع بنتك وشوفي كده درس القراءه، هتلاقي ان في تمرين محطوط في من ضمن التدريبات ان هو بيشارك مع زملائك في عمل كذا. كلمه شارك دي يعني عمل جماعي، وده مكتسب، لازم وده مكتسب. انا امرنه عليه. طيب الطفل بقى الصغير اللي هو البيبي ده المهاره بتاعته دي هنكتسبها من ايه؟ رقم واحد في مرحله الطفوله لاكتساب المهارات هي اللعب. اللعب واللعب، سيبي ابنك يلعب وسيبي له مكان يلعب فيه علشان يكتسب المهارات دي. الفطره بتاعت الطفل ان هو مبدع، ربنا سبحانه وتعالى خلقه عنده خيال، خيال ايكوال ابداع. فهو بيقعد يتخيل وعنده فضول للمعرفه. يا شيماء بيكسر اللعب يا لا دانيا، هو مش ويعمل بيكسر. مشكله. ايوه حلوه قوي ان دلوقتي انت قلت منها بنشتري لعب غاليه وبتبقى قطعه. حلوه بعد قوي شويه ان انت قلتي كلمه بيكسر اللعب. انت عارفه يعني ايه كسر اللعب؟ يعني هو بيكتشف اللعبه عباره عن ايه. انت كمامي بتقولي ايه؟ بتقولي ده بيكسر اللعب، ده اللعب غاليه، ده كذا كذا كذا. هقول لك لا، انت لو ابنك بيكسر اللعب شوفي ما وراء السلوك. يعني ايه السلوك اللي بيعمله ده؟ ابنك عنده فضول المعرفه، عايز يشوف ايه اللي جوه، عنده فضول المعرفه. فانا في السن الصغير ده اللي هو من يوم لغايه سنتين، انا بركز معاه قوي على اللعب اللي بتزود الادراك المعرفي بتاعه، يتحرك الحواس بتاعته. لما يكبر شويه بقى من سنتين لغايه 6 سنين، هو المفروض في السنتين بيكون اخد مهاره اللغه. اتاكد ان هو بدا يتقن مهاره اللغه، وان هو بدا يتكلم معايا ويبتدي يستخدم اللغه كمهاره. الطفل من هو اول ما بيتولد لغايه لما بينطق اول حرف هو عمال يخزن يخزن يخزن. فانا بكتشف بقى المخزون ده من عمر سنتين لغايه ال6 سنين، يا ترى هو عنده مهاره الفك والتركيب، هل هو عنده مهاره استخدام الحواس الخمسه بتاعته. مفيش طفل هنوصل بيه لمرحله الابداع من غير ما يستخدم الحواس الخمسه بتاعته. فانا لازم اديله صلصال، اديله شويه عجينه عباره عن ميه ودقيق واقعد اعجن فيها وشوفه بيطلع ايه، اديله اقلام خشب او شمع للسن الصغير ده بس تكون سيف مش سامه، وادي له ورق واقعد ارسم. طب الامهات اللي تيجي تقول لك الحيطان بتبوظ، افرحي بابنك اللي بيرسم على الحيطه لانه هو في طفل مبدع، بس اعملي حاجه لطيفه عشان تحفظي الحيطه، هاتي له الافرخ الورق الساده خالص ولزقيه على الحيطه، واعملي له البيئه الامنه اللي هو يمارس فيها هوايته. سيبيه يستكشف معاكي جوه المطبخ. فكره حلوه كمان، الستيك بتاع الايس كريم او زي بيقولوا عليه اللي هو بتاع الكشف بتاع الدكتور ده، بيجيبوه ده لعبه وبتتباع كده، انك تعملي بيها كده اشكال والولاد بيستمتعوا بيها. ده اللي سن الاكبر شويه اللي هو بقى من 6 ل9 نبتدي نشتغل معاهم بالستيك اللي انت بتقولي عليها. طيب ايه بقى الحاجه الثانيه اللي الام يعني دلوقتي خلصت مرحله سنتين، هبتدي بقى مرحله استكشاف من 2 ل6. من فضلك ومن فضل حضرتك كأم وأب، ما تخلوش ولادكم قاعدين في الجدران الاربعه. احد اسباب تنميه المهارات ان هو يتفاعل مع الطبيعه. خرجوه في الجناين، خرجوه في النوادي، ودوه متاحف، ودوه يتفرج على معرض الزهور، ودوه يتفرج على الاثار. ده صغير مش هيفهم، لا هو بيفهم حضرتك وبيخزن المعلومات وبيكتشف الكلام ده، وده بيبقى له تاثير بعد كده على المهارات بتاعته الذاتيه. ان هو بيتعامل مع البيئه المحيطه، لانه بعد 6 سنين بقى من 6 ل9 هو هيبتدي يطلع المخزون بتاعه ده ويقول يلا انا هشارك. فتخيلي مثلا ابنك لو انت خدتيه في متحف، هو هيصور المتحف ده بالذاكره البصريه بتاعته بحاسه البصر وهيخزن الصور. لو جاله درس القراءه في سنه اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي بيتكلم عن المتحف المصري، هيستدعي الذاكره بتاعته ويبتدي الخيال بتاعه يشتغل، فهو كده بياخد المهارات بتاعته ويبتدي يوصف للمدرسه ويوصف لاصحابه هو اتفرج على ايه. فهو كده عمل كام حاجه، وصف وتحليل وتخيل وكمان ايه برزنتيشن سكيلز بتاعته، ان هو بيوصف وبيحكي. يبقى هو عمل ايه بقى للموضوع ده، للمهارات فعلها. هنا بدا يظهر دور المجتمع والمدرسه بالظبط كده، لازم هيبقى لازم يساعدك، لازم يساعد ان هو يبقى فاهم ان جزء من يعني في التعليم داخل المدرسه هو اكتشاف المهارات للاولاد. المهارات في منها ابداعي، وده بيبقى خاص بالالوان، الشعر، الفنون عموما، ده الابداع بيبقى في ده. او ان انا مثلا اعمل طلب مني بروجكت اعمل له برزنتيشن بطريقه مبتكره زي ما احنا بنقول خارج الصندوق. نقف عند نقطه البروجكت،
ومعانا تليفون استاذ محمد سامي. يا فندم. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يحفظك، الله يحفظك يا رب. والله انا سعيد جدا بموضوع الحلقه، ويعني حديث ثري جدا، وفي اعداد الطفل ان احنا ازاي بنبني طفل يبقى ان هو يكون يعني في بيئه علميه، وهو يعني بيبني فكريا. ميرسي لحضرتك، بس محتاجين الاول عرفنا يعني عرفنا بنفسك. انا مع حضرتك محمد النجار، شغال مراقب سلامه. كنت شاركت الحمد لله في معرض القاهرة الدولي مؤخرا من حوالي 4 أيام. معرض القاهرة الدولي معروف جدا على مستوى العالم. ده كان في أرض المعارض. شفنا نماذج كتير جدا جدا، يعني اتبنت بالطريقة اللي انتم بتتناقشوا فيها دلوقتي. كانت مبتكرة نتيجة الظروف اللي هي أو المناخ اللي هو يتهيأ لهم بنفس الطريقه اللي حضرتك والعناصر اللي بتتكلمي فيها. مبروك الجائزه. نفس معرض القاهره. مبروك الجائزه. مبروك الجائزه، ومعانا صور المعرض على الشاشه. الف مبروك الجائزه لحضرتك ولكل الحاصلين عليها. الاسامي بلغوك بان انت فزت امتى؟ انا اتبلغت بامانه يعني بعد المعرض مباشره، لاني في يعني جوائز كتير جدا جدا جدا، فكان الوقت يعني محتاجين يوم بحاله ان هم بس يعرضوا الاسماء هناك في المعرض، فكان الوقت ما اسعفهمش ان هم ينادوا الاسماء كلها، يعني خصوصا ان كان حاضر يعني ما شاء الله قابات علميه كبيره جدا ومحافظين ووزراء، فما شاء الله يعني من حجم الناس اللي هي فازت، فما كانش في الوقت ان هم يعني يقولوا الاسماء كلها، فانا عرفت من حوالي 4 أيام. الف مبروك. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك يا رب. في الحقيقه يعني حابين نعرف بس مشاهدينا الجائزه عن ايه؟ عن اختراع الجائزه. انا الحمد لله اخترعت زي ما هو مذكور جهاز فرامل اوتوماتيكيه للمصاعد الكهربيه. ده جهاز سيفتي للمصعد للاسانسير، بتحميه من السقوط الحر. ده هو موجود فعلا حاجات يعني سيفتي للاسانسير، بس بيبقى فيه مشاكل، فانا عشان خاطر يعني اقول ان انا قدرت اعمل شيء جديد، لازم أن اكون دارس الحاجه اللي هي موجوده دلوقتي عشان اقول الجديد في مشروعي. هو الموجود دلوقتي يعني مش عايز اخد من وقتكم، الباراشوت، بس مشكلته ان هو لما بيقف مفاجئ، ممكن يقف ما بين دورين. فهو انا ممكن احمي الناس من السقوط الحر، بس يقفوا بين دورين يبقوا محبوسين، فعلى ما حررهم ممكن يكون حد توفى نتيجه الاختناق، يعني ممكن يموت بسبب تاني خالص. فانا مشروعي الحمد لله لما بيقف بيعمل عمليه فرمله، بس عن طريق الاحتكاك، ما بيقفش مره واحده. الامر الثاني بيقف عند بدايه كل دور، فيبقى من السهل جدا ان انا احرر الناس من جوه الاسانسير، بحيث ان هم ما يتعرضوش للاختناق، وفي نفس الوقت ما يقفوش يعني ما يقفش ما يكونش في صدمه كبيره على جسم الكابينه. تمام. والحمد لله يعني المشروع بتاعي لقى استحسان كبير عند اللجان، وطبعا كانت لجان متخصصه، ده لاني الحمد لله ان انا يعني كل حد خد حقه في الجائزه، لان فعلا يعني المعرض كان يعني وفر ادوات ان هي كل واحد ياخد حقه، يعني هم كانوا الدكتور محمود صقر كان حريص على ده، فكل مجال كان له لجنه مش لجنه واحده. ما شاء الله. يعني في المجال الطبي، في مجال الهندسه الميكانيكيه، الهندسه المعماريه، في الزراعه، في جميع مختلف العلوم. فده يعني جهد كبير جدا ما شاء الله، وده يعني كل سنه يعني انا بشارك في المعرض، يعني هو ده المعرض ده للعام السادس على التوالي. فكل سنه ما شاء الله بنشوف جديد، يعني السنه دي يعني ما شاء الله ما شاء الله كان مناره مش لمصر، للوطن العربي كله، كان شيء 26 دوله فعلا. 26 دوله فعلا، حاجه مشرفه جدا. انا متشكره جدا لوقت حضرتك، بس لو عندك اي نقطه حابب تطرحها ناقشها مع دكتوره داليا. والله يعني هو فعلا احنا محتاجين ان احنا نبني فعلا يعني نماذج من يعني العنصر الانسان ده اهم عنصر ممكن يكون يعني بمثابه الثروه لينا، يعني حتى طبعا في دول ما فيهاش اي موارد لكن بتشتغل على انها تبني جيل كويس قادر على انه هو يكون بالظبط بالظبط، وهو احنا عندنا الثروه البشريه ده يعني الحمد لله متوفر عندنا، والحمد لله يعني يمكن استاذ داليا كمان كانت لسه بتقولي قبل الهوا خليك معانا بقى وشوف استاذ داليا هتعليها ايه على المعرض. ومتشكره جدا لوقت حضرتك، والف مبروك، الف مبروك.
اتفضلي يا استاذه داليا. المعرض انا رحت المعرض فعلا، هو معرض فعلا احنا كمصريين نتشرف ان احنا كان لينا السبق فيه، لان عدد المعروضات الموجوده والفرق المشاركه، احنا يا شيماء كان عندنا المشاركين من عمر 8 سنين لما فوق لغايه سن بقى 30 وال 40، سواء بقى حاجات فرديه او سنترز خاصه، اكاديميات خاصه او شركات. فاللي كان يعني ابهرني ان في اكاديميات خاصه جايبه اولادها من عمر 8 سنين ل 15 سنه. تخيلي هم مقدمين ايه في المعرض؟ مقدمين ثلاث اختراعات، انا بسميها ابتكارات بقى وابداعات. ابتكار منهم لروبوت، الروبوت ده كاشف الغام، ممكن ننزل صوره على الشاشه. الروبوت ده فعلا مشترك، يعني شارك في مسابقات دوليه وحقق مراكز فيها، كاشف للالغام. وهم الولاد اللي عملوه ده كان الغرض منهم ايه؟ ان هم يشوفوا منطقه العلمين اللي فيها الالغام ويساعدوا الدولة أن هي تخلص من الألغام. ربطوا الجغرافيا والتعليم والتاريخ بالعلم، وده المهارة، هي دي المهارة. عشان كده احنا كنت انت بسأليني قبل الهوا يا داليا، هو في ربط ما بين التعليم والمهارات؟ هل التفكير هيتغير لو انا زودت المهارات بتاعة الولاد؟ ايوه ايوه، اللي انا شفته ده كان نموذج تطبيقي. هنا يبقى هي فعلا مكتسبه، الاولاد دول اكيد اشتغلوا على نفسهم. اولا اهاليهم واللي بره، اهاليهم كان عندهم وعي. ده باين اكتر في الكورس بتاع حضرتك، انت عامله كورس بتساعدي فيه الولاد ان هم ازاي يوصلوا. بالظبط، انا عامله كورس للبنات وكورس للولاد. البنات انا مسمينه انا غاليه، والولاد اسمه انا انسان. الهدف منه ان انا اطلع انسان عارف قيمه نفسه، عارف قدراته، مهيئ، يعني هو مكتسب مهارات كتيره جدا، منتج ونافع لنفسه وللمجتمع اللي حواليه. هيسيب اثر، احنا عايزين ناس تسيب اثر واثر نافع، وتبقى مستمتعه برحلتها في الحياه وهي بتتعلم وهي بتشتغل وهي بتمارس اي حاجه في حياتها. فالمعرض بتاع، نرجع تاني للمعرض، اللي حصل في المعرض، التيم اللي بتكلم عليه ده، دول عندهم اباهم عندهم وعي، عرفوا ان بجانب التعليم لازم يبقى فيه اكتساب مهارات، فودوهم لمكان يثقوا فيه، علموهم برمجيات، عرفوهم ديزاين. انا عايزه اقول لك كل اللي شاف الروبوت بتوع المايند سويبر اللي هو بتاع كشف الالغام، او الروبوت المسعف بيخش في وسط الحرايق علشان يسعف الناس، او غواصات عاملين برضو مبتكرين غواصه مبتكره، والجديد ان هم حولوا الكرتون اللي هو المتحولون اللي الاولاد بتحولوا اللي هم بيتفرجوا عليه لماكيت، ولبسوه فعلا عربيه بتتحول لروبوت. فكان كم الابهار اللي كان في السيشن ده بس لوحده كان حاجه رهيبه، خيال وابداع، كان جميل جدا، ابداع. وده بيقول ان الطفل المصري قادر ان هو يبدع، قادر ان هو يشغل مخه ويبهر العالم، بس وفروا له البيئه المناسبه. يعني الاب والام يعرفوا ان ابنهم ده مميز ازاي، ان هم يوفروا له الاول البيئه زي ما احنا اتفقنا كده، من سن بيبي لغايه يكون عنده 9 سنين، وفروا له البيئه اللي يكتسب فيها الخبرات دي، يكتسب فيها المهارات دي. لما يكبر شويه من 9 ل 12 دي مرحله الغرس بقى، ازاي اتعامل مع المرحله، مع العالم الخارجي، التيم ورك ومهارات التواصل، وازاي يبقى عندي بقى خلق الامانه والصدق، وان انا عندي من جوه دافع ذاتي ان انا ابقى مميز. بعد كده لما يوصل في مرحله الشباب بقى من 15 ل 18 سنه، هو يبقى مؤهل عنده. نقف هنا عند، يعني انا توقفني كلمه يا استاذه داليا، الفرق بين الاختراع والابتكار والابداع. والابداع ايوه، بس احنا مش معانا وقت كتير. اوكي، هنقول بسرعه جدا. الاختراع ده بيبقى مبني على المعارف المكتسبه، يعني على العلوم، وده في الغالب بيفيد البشريه، وبيبقى حاجه نعرف نقيسها، لها حجم ولها وزن. اما الاختراع فهو فكره بتتولد من فكره، بتقوم على حاجه. الابتكار بيتولد من الاختراع. اما الابداع بقى ده خيال، ده موهبه، ويبقى واضح جدا في الحاجات الفنيه، في الحاجات اللي هي نص المخ بتاعنا الايمن اللي هو مسؤول عن الابداع ده شغال، بيبقى له علاقه بالحاجات المتخزنه من الحواس. دور الاسره بيبان هنا ان هو يكتشف ان جداً ابنه جداً او الطفل اللي عنده النقطه دي، فيبتدي ينميها عشان يطلع منه حاجه زي اللي شفناها في المعرض، وزي اللي شفناها. والمدارس مليانه، يعني الاقاليم كمان كان لها نصيب الاسد في المعرض. في نقطه انت قلتيها لي، ان 26 دوله دول اخرى كانوا منبهرين بالاطفال جدا. انا شفتهم فعلا مبهورين بالاطفال وبيتصوروا معاهم، وكانوا سعداء جدا بالبرزنتيشن سكيلز بتاعتهم وهم عمالين يشرحوا. كمان ما شاء الله، من الحاجات اللي كانت حلوه ان الولاد دول عندهم مهاره ان هم يعملوا برزنتيشن بالانجلش، مش بلغتهم، مش المذر لانجوج بتاعتهم. لان حد يسالني هي اللغه كمان مهاره؟ اللغه مهاره مكتسبه مش تعليميه بقى، اللي هي السوفت سكيلز فيها ان انا ازاي ابقى هي بالنسبه لي وسيله اعبر بيها، فدي مهاره. التيم ورك، وهم شغالين تيم ورك مع بعض وعمالين يحركوا الروبوتات بتاعتهم، دي كانت برضو من المهارات اللي ابهرت الحضور. تنظيمهم،
ازاي يديره حصل فيه مشكله البروجرامينج بتاع احد الروبوتات، حصل فيه مشكله، اتفرجي بقى على مهاره اداره الازمه عملوا ايه. كل ده التطبيق مكتسب، كل ده مكتسب، لان هو الطفل هو عباره عن ايه زي ما احنا دايما بنقول، عباره عن قماشه بيضاء احنا اللي بنفصلها، احنا اللي بنظبطها. فكل اب وكل ام وكل معلم وكل مربي هو المسؤول عن الطفل من هو صغير لغايه ما يوصل لمرحله الشباب، ان هو يحوله من طفل عادي خالص قاعد قدام التابلت او قدام الشاشات الى طفل مبدع بيفكر بيتخيل ماسك ورقه وقلم بيكتب افكاره بيعمل سيرش، لان السيرش دي مهاره. ان انا اعمل سيرش وان انا احلل ويبقى عندي التفكير المنطقي والتفكير التحليلي، ده مهاره. فانت متخيله بقى كل المهارات اللي احنا بنقول عليها ان هي سوفت سكيلز دي. انا يعني الموضوع بسيط قد ايه لو انا عملت جدول لابني كده، ان انا عرفت طبيعه المرحله السنيه بتاعته، بدات ادخله المهارات دي جرادولي ماشيه مع بعضها وافعلها، ويبقى معايا كمان المدرسه مشاركاني لو بودي في اكاديميات خاصه او الدوله ترعى حاجه زي كده. يعني مثلا البروجكتس بنقول عليها وكمان بتاع الاخ اللي شاركنا، احنا محتاجين الدوله تشارك، محتاجين هيئه التصنيع الحربي تشارك، محتاجين رجال الاعمال يتبنوا ويرعوا هذه الافكار تخرج للنور. احنا مثلا بالنسبه للكشف الالغام احنا سنوات كبيره وتم الربط فعلا بين المعرض وبين هيئة التصنيع، ان يتبنى جزء كبير من المشروعات دي ان هيئة التصنيع تتم تتبناها، لان مهم قوي يا شيماء. واللي بيشجع الناس ان هي تتعلم المهارات دي لما بيلاقوا قدامهم نماذج في رول موديل، في قدوه لحد فكر وابدع وفي حد راعى ده وعمل الابداع بتاعه او الابتكار بتاعه ده في صوره ملموسه، حاجه تفيد الناس. لكن كتير جدا احنا عندنا في مركز البحوث في الادراج حاجات كتيرة جدا، اختراعات وابتكارات شباب مصريين وحاجات فعلا هتغير لو طبقت، ولكن تحتاج تمويل. فاحنا من هنا يعني ننتهز بقى فرصة فضفاضة ان احنا نكلم شركات، نكلم المؤسسات، رجال الاعمال، الجهات العليا في الدولة، ان هي تساعد المبتكرين الصغيرين دول، وانا بسميهم المبدعين، شباب واطفال، ان هو يطبقوا اختراعاتهم وابتكاراتهم ان شاء الله. لان ده فعلا توجه اي دولة عايزة تنمي، لازم ان احنا نطلع تفكير بره الصندوق، ازاي افكر بره الصندوق واطلع اختراعات جديده واطلع افكار جديده. ابداع ابداع. وكلمه بس اخيره، الابداع لا يحتاج الى امكانيات عاليه في بدايته. كل ام تقدر تخلي طفلها مبدع بحاجات بسيطه جوه بيتها، شويه رز، شويه مكرونه، ميه ودقيق، هتعمل صلصال، بازل هتعمله بايديها، كتاب هتعمله بايديها، تجمع مجموعه صور هتعملها لابنها ويبتدي يرتب ويعمل، هتجيب له لعبه مكعبات يفك ويركب، بازل، ليجو، كل الحاجات دي مش محتاجه امكانيات كبيره. المهم بيبقى احنا بس فاهمين تدخل اللعب المهمه في كل مرحله سنيه. موضوع كبير وشيق جدا. الوقت معاكي ما بيخلصش يا دكتور داليا بصراحه. جزاك الله خير، ومشكره جدا جدا لوقتك. مشاهدين برنامج فضفضة وقتنا لسه مخلصش، ولسه موضوع حلقتنا برضو مخلصش، والحلقة الجاية شيق، الفقرة الجاية شيقة جدا، انتظرونا بعد الفاصل وفضفضة. وصفحة البرنامج مكتوبة على الشاشة، لو في أي كومنت أو أسئلة ممكن تسيبوها في كومنت وهنتم مناقشتها معاكم. انتظرونا.